بعد الأضواء والظهور على المسرح اختارت إنها تعيش في ظل نجم كبير وضحت بأحلامها. الفكرة إن اختيارها حطها تحت الأضواء أكتر، بسمة بوصيل على المسرح. بسمة بوسيل، قصة حياتك لو مسرحية ينفع يبقى اسمها مثلاً أحلام لم تكتمل؟ ستكتمل. ستكتمل بكرة أحلى؟ أكيد. نبدأ من الأول، من فصل البدايات، ستار أكاديمي وحلم الغنى والنجومية والشهرة. ستار أكاديمي كان ممكن أقول حلم طفولي بالنسبة لي، بس ما كنتش عارفة إن أنا أشوفه بصورة كبيرة. عشان رحت لستار أكاديمي وعملت في الآخر كل نفسي فيه، بس ما كنتش ماسكة في حلمي قوي، حاسة كده، عشان كده بعتبره طفولي. إيه اللي كان نفسك فيه؟ بصي، في ستار أكاديمي كنت عارفة مبدئياً لما هروح أنا رايحة عشان أتعلم، فكان نفسي طبعاً أكيد إن أنا أكسب، بس كنت حاسة إن أنا فرصتي قليلة قوي في إن أنا أكسب، فقلت مش مشكلة إذا لو ما كسبتش، التجربة أهم. وكأني رايحة كده بعمل كورس أو حاجة كده مكثفة في الغنى. فستار أكاديمي كان بالنسبة لي very good experience، بس أنا بحس إن أنا ما مسكتش في حلمي قوي ساعتها. حلم خد مكان حلم؟ لا، بصي هقولك على حاجة. أول حاجة بس عايزة أقول حاجة مهمة جداً، إنه ستار أكاديمي كان بالنسبة لي تجربة كويسة، بس هو بيديكي شهرة يعني ممكن نقول إنها مش حقيقية قوي، عشان لما بتخرجي من البرنامج مش بتلاقي السبوت لايت اللي عليك اللي كان في البرنامج ده، مش يعني بيبقى مش نفس السبوت لايت، بتتصدمي بقى بالواقع. أنا بصراحة لما جيت مصر أنا أحلامي تقريباً كلها اتحققت، يعني لقيت حب حياتي، وفي نفس الوقت كنت بعمل ماي ألبوم مع محسن جابر المسؤول الفني على الألبوم، بس حسيت ساعتها إن أنا عايزة أتجوز أكتر، يعني حسيت في ساعتها إن أنا لا، حبي لتامر كان أكبر بكتير من حبي للغنى. وافقتي إن الألبوم ما ينزلش؟ آه. طب إزاي كان هو اللي بيشرف عليه فنياً وطلب منك إنه ما ينزلش؟ لا بصي، هو كان حصل بصراحة، هو برضو في حاجات كانت غصب عنه. To be honest، يعني الجواز كان يعني الناس كده اتفاجئت، وكان طبعا انت فاهمة الفانز بيبقوا عاملين ازاي، فكان في حملات غريبة كده على الانترنت، هو بالطبيعي ان هو هيبقى زعلان انه مثلا حد يبقى بيتكلم عليه بطريقة مش كويسة، فحس انه هو he has to protect me، فاهمة؟ يعني لازم يحميني. فساعتها انا كمان اصلا ما كنتش، بقيت حاسه ان انا خايفه، انا نفسي خايفه. فالموضوع بصراحه ما كانش انه هو مش عايز، هو مش عارف يعمل ايه وانا مش عارفه اعمل ايه، فاهمه قصدي؟ في حلم تاني برضو ما اكتملش او جه ناقص، يعني حتى لما حلم الزواج وحب العمر اخذ مكان الغنى والشهره والنجوميه، برضو جه الزواج بدون فستان فرح وحفله وزفاف، وده حلم اي بنت. ما حسيتيش انك بتضحي بدل فستان الفرح الأبيض وبدل الزفة بيان صحفي؟ لا بس بصراحة أنا وهو اتفقنا على كده، يعني ما أقدرش إن أنا أقول إنه دي غلطة تامر، يعني مش غلطته فولي ولا غلطتي أنا فولي. أنا متجوزة ساعتها، عارفة أنا متجوزة حد مشهور جدا، فهل أنا هبقى جاية بدي كل حاجة أنا عايزاها مساحة وما بديش رأي الناس مساحة؟ ما ينفعش. وبرضه أنا كنت إيه بقى، ده جديد عليا، خلي بالك، يعني الموضوع نفسه بتاع يعني الشهرة بتاعة تامر بالنسبة لي كانت مستفزة ومخيفة. فاهمة؟ ايوه، وكان يعني سنك صغير جدا كمان. وكنت صغيرة جدا، فكان بالنسبة لي اللي هو يعني انا فعلا كنت بتهز نفسيا بخاف. يعني احنا لما عملنا، خلي بالك احنا عملنا فرح وعملنا كل حاجة برايفت، بس الحاجة اللي احنا كنا عاملينها احنا حد نزل لنا الانفيتيشن في الصحافة،
طبعا انا كنت عارفه ساعتها انه في هجوم اوريدي حاصل عليا، وكانوا بيقولي قدام البيت طلقها طلقها، فكان في حاجات انا خايفه منها. فانا من الناس يعني، انا امي كانت خايفه، هو كان خايف، انا من الناس اللي ايه بقى اللي على السبوت لايت كله، فازاي انا مش هخاف؟ ايه موضوع طلقها طلقها ده؟ لا هو انا بقول لك، هو تامر يعني فعلا انا بالنسبه لي شهرته كانت مخيفه بالنسبه لي في الاول. خلي بالك انا برضو من الفانز بتوعه قبل ما اتجوز، وبس انا عمري ما كنت يعني بشوف الحاجات دي كلها زي ناس على الانترنت. انا مش فاهمه ان انا هعيشها في يوم من الايام من حياتي. فبالنسبه لي ساعتها كنت حاسه ان ممكن يحصل فيا حاجه، ممكن حد يعمل فيا حاجه، خفت. فعشان كده كل حاجه في الاول كنت بقول اوكي اوكي اوكي، عشان انا برضو في النهايه انا عايزه اكمل حياتي معاه، هو حب حياتي. بس ما بحسش انه ينفع ان انا اقول ان تضحياتي دي خساره، عشان هو يستاهل. يعني انا تامر لما اخترته مش بس عشان حبيته كشخص، لا عشان كنت عايزاه يبقى ابو عيالي. وانا جوازي ليه ضحيت بالغنى عشان اتجوز الراجل اللي انا بحبه؟ عشان كنت حاسه انه مش اي حد انا احبه ممكن يبقى ابو عيالي. طبعا اكيد، وده اتعلمته من ابويا ربنا يرحمه. ربنا يرحمه يا رب. وراء كل رجل عظيم امراه. تامر فنان ناجح جدا، أكيد بسمة اللي ضحت بحلمها كانت في ظهره في حاجات كتير وكانت جزء من نجاحه. لما في وقت بيحصل إن الأمور بتتعكر أو الحياة بتتغير، سواء حصل انفصال أو ما حصلش، ما كنتيش بتندمي على حلمك؟ ما كنتيش بتحسي إنه؟ بصي بصراحة لا، هبقى صريحة معاكي، أنا قد ما أنا بحب الغناء قوي قوي قوي، أنا فعلا من الحاجات اللي أنا كنت نفسي أعملها قوي وأنا صغيرة، ان انا عايزه اتجوز وانا صغيره، عايزه اخلف وانا صغيره، وانا بحب قوي الخلف. حلم الولد، حلم البنات والولد. انت عارفه ان انا كنت كل ما ببقى حامل بقعد اقول يا رب مش ولد في الاول خالص في امايا وتاليا، واقول لك السر ليه بقى؟ علشان خاطر انا ما عنديش اخوات بنات، وعندي اخوات اتنين ولاد، فكانوا بقى وانا صغيره بصي كرهوني عشتي. حاجتي يسرقوها يعني، بصي ولعبوهم الطريق يعني ديفنت. فانا كنت حاسه ان انا مش عايزه ولد خالص، عارفه، وكان حلمي ان انا يبقى عندي اخت. بس بحب عامه الولاد، بحب الخلف، بحس انه عارفه انا من الستات اللي تحسي عايزه 10 عادي. عايزه عزوه. انا بحب قوي قوي الخلف. لسه عايزه تجيبي اطفال تاني اكتر؟ لسه عايزه ولاد وبنات اكتر؟ عايزه كمان مثلا 2. بسمه سريعه الغضب جدا. جدا جدا. بس بصي يعني دلوقتي بقالي سنتين دخلت الثلاثينات، سريعة الغضب في العشرينات، الثلاثينات بصي بالراحة بالراحة بنزل. التمبر بينزل، بتهدي. انت بتكتبي على طول حاجات وتمسحيها، تحطي حاجات وتشيليها؟ انا عصبية عامة. يعني لو هنيجي نتكلم على شخصيتي ازاي، انا عصبية جدا. بس هبقى صريحة معاك، الشخص اللي بيبقى عصبي هو شخص ايموشنال جدا. طبعا يعني بيتأثر قوي بالحاجة اكتر من غيره. فانا طبعا وانا صغيره خلي بالك انا الضغط النفسي اللي انا عشت فيه في ستار اكاديمي قبل جوازي، يعني انا عامه طول عمري كنت مضغوطه جدا نفسيا. وانا صغيره مامتي كانت طول الوقت عايزاني ابقى بيرفكت، وما بتقبلش غير بان انا ابقى بيرفكت، عارفه الامهات دول اللي عايزين تشوفني احسن واحده في كل حاجه، مع ان انا مش لازم ابقى احسن واحده في كل حاجه، ممكن خالص. ابقى احسن واحده في حاجه. وبعدها رحت مش لازم تبقي احسن واحده اصلا، ينفع تتحبي زي ما انت، مش لازم تبقي احسن واحده اصلا. فبقول لك انه الستريس لما انت تبقي، انا يعني ده عرفته انا من قريب يعني. لما تبقي عايشه طول الوقت اندر ستريس ان انت لازم تبقي كويسه كويسه جدا كمان، ده بيخليكي على طول جسمك عارفه كانه عامل سرفايفل مود كده، تبقي عارفه كانك في ايمرجنسي، فبتبقي كل حاجه فيكي سريعه. غضبك سريع، عياطك يبقى سريع، عارفه كل حاجه سريعه. فبحس انه الستريس هو السبب اللي مخليني ان انا ممكن ابقى عصبيه، وممكن ابقى ساعات، وكمان صراحتي انا صريحه جدا، ما بعرفش ان انا نافق، فساعات عارفه اللي هو طب هقولها هقولها واللي يحصل يحصل واللي يحصل يحصل. بس اتعلمت بصراحه انه ده مش صح، عشان دلوقتي بناتي كبروا، فبحس ان انا لازم ابقى قد المسؤوليه. بس كويس ان انت عارفه
أصل المشاكل جاي منين، أصل الحاجات جاي منين. يعني أنتي واعية إنه الطريقة اللي مامتك كانت بتتعامل معاكي بيها والتوقعات بتاعتها اللي كانت بنياها فيكي وعليكي هي سبب إنه أنتي تحت الضغط العصبي ده؟ أنا ما بكبرش الموضوع دي قوي في دماغي. أقول لك ليه؟ عشان إحنا بالذات في العرب مش زي الأجانب، عارفة لما مامتك تزعق لك هيمسكوها يسجنوها، ما عندناش الكلام ده. يعني انت مامتك بتجري وراك بالشبشب، مامتها هي حرة، فمامتي بحبها زي ما هي. فلا ما بلومش على امي قوي، بس انا عارفه ده جاي منين. فاهمه قصدي؟ وكمل معاكي بقيه حياتك. كمل معايا بقيه حياتي، عشان هبقى صريحه معاكي، انا عمري ما اديت لنفسي بريك ان انا اي ديسكفر ماي سيلف. عارفه طول الوقت انا عايزه اعمل كذا، لازم اعمل كذا. يعني طول الوقت بتلاقيني بعمل حاجه في حياتي، ام تو بيزي ان انا اقف قدام المرايه كده ابص لنفسي، انت كويسه، انت تمام، طب انت هابي، انت عمري في حياتي ما كان عندي الوقت ده. ده اثر على حاجات كتير في حياتك، على ناس حتى حواليكي مش عليكي لوحدك، صح؟ اثر على ابويا اكتر حد. يعني ابويا كنت حاسه في اخر ايام عمره ان هو كان فيري كان حزين عليا. ابويا كان شايف ده وحاسس بيه، كان شايف كل حاجه، كان بيجي ساعات ببقى نايمه بيجي، عارف اللي هو يبص عايز يشوف اذا انا عايشه ولا لا، بعيط ولا لا. ابويا كان ابويا قريب جدا مني. كان بيقول لك ايه قبل ما يموت؟ قال لي نفسي اشوفك مبسوطه، مش عايز اشوفك متضايقه تاني. يعني قال لي حاجات كتير قوي. وقبل ما يموت واحنا رايحين المستشفى وانا عارفه ان هو هيموت اليوم ده، قال لي عمرك ما تبطلي تغني. بس مش عايزه اعيط، ما تعيطيش الحلقه دي. انا عايزه الناس المرات بس تعرفها، مش عايزه الناس تبقى، مش عايزه اعيط، بس ربنا يرحمه. بس انا عارفه ان بابا دلوقتي لو شافني هيبقى مبسوط، عشان انا في اسعد اوقات حياتي. يعني انا مرتاحه، اول مره في حياتي ابقى في حته انا برايوريتي بالنسبه لنفسي. ليه؟ عشان اكتشفت انه مهما انت بتبقي كويسه قوي مع اهلك او ولادك او الناس اللي حواليكي، انت لو بجد مش كويسه هم بيحسوا بده. الناس اللي بتحبك قوي بتحس بده طبعا. فانا حسيت في وقت معين ان انا وصلت لمرحله ان انا بدي، بس عارفه انا تعبانه فما بديش فول انرجي. فحاسه انه بتدي يعني حاجات مش بتديها لنفسك، صح؟ فهي طالعه منقوصه. برافو عليك. وطالعه بستريس، وبحس انه فعلا الحاجه ناقصه زي ما انت قلتي. اساسا انت لازم تبقي فعلا انت اللي مبسوطه الاول عشان تعرفي تاخدي بالك من كل اللي حواليكي. واحد من الحاجات اللي مخلياكي اكتر ارتياح انك رجعتي تغني؟ يعني كان في وقت كده انا كنت زعلانه جدا جدا. في يوم هي لما كنت غنيت الاغنيه بتاعت انا بدي تطير دي، بقى كنت مكتئبه جدا ومتضايقه، وكنت رايحه المكتبي حاسه ان انا هطلع هقعد ازعق في المكتب على الفاضي، مش هشتغل، الناس كلها بامودها هيبوظ، مش عايزه. فقعدت افكر، قلت اعمل ايه، قلت انا هروح استوديو. ورحت بقى وغنيت، وقعدت بقى اعيط كتير جدا في الاستوديو جوه. قلت ازاي انا ربنا مديني صوت ده، او حتى لو مش صوتي واو الناس كلها بتحبه، ازاي ربنا مديني يعني موهبه وانا مش بستخدمها اصلا، يعني نسيتها. فقررت بقى من ساعتها ان انا كل ما هتضايق هروح اغني. كان الزعل والاكتئاب وقتها والمود الوحش ليه علاقه بحدث الانفصال؟ لا طبعا، الانفصال بالنسبه لي كان صعب، علشان خاطر خلي بالك انا وتامر بنحب بعض قوي عامه كاشخاص، فاهمه؟ غير كزوجين. ايوه يعني انا فعلا الشخص ده غالي قوي عليا. عشره طويله قوي، كان فيها ابوه شويه اكتر من راجل وست. انت عارفه دلوقتي، لغايه دلوقتي عملت ايه؟ طمنيني عليك. هو بيعرف كل حاجه انا بعملها، بيطمن عليا في كل حاجه. ف يعني برضو انا بالنسبه لي كانت عارفه كانها تروما كده. احنا معلمينا كده في المغرب للاسف، يعني دي كالتشر موجوده في كذا بلد عربي، حتى في مصر بحس انه المصريات كمان بالنسبه لهم الطلاق ده مصيبه. فاحنا عندنا اللي هو انت هتطلقي ازاي، اللي هو عارفه بيكبروا الموضوع، مع انه ساعات ممكن انت تتطلقي وكل واحد يرجع يبقى يفكر في حاجات كتير قوي ويظبط نفسه في حاجات. يعني صحيح. ممكن الطلاق يبقى ريستارت. يعني احنا وصلنا فعلا لمرحله كانت عندنا مشاكل ما كناش بنعرف نتكلم، فده كان مؤثر علينا جدا طبعا. وبعدها بقى على طول الطلاق، فبالنسبه لي كانت خضه.
أصلاً لما بقعد كده عارفة أتفرج على شريط كده حياتي السنين اللي فاتوا دول في الأول كنت بقعد عارفة اللي هو أشتكي إزاي يحصل فيا كده وليه وما أعرفش إيه عارفة وببقى متضايقة جداً اللي هو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده اللي هو أنا إيه بقى أبويا توفى بعدها على طول دب اتطلقت وأنا ما كنتش خالص متوقعة أنا ممكن أتطلق تلات عيال ماما ديبريشن رهيب عملت عملية كبيرة يعني حصل لي حاجات ورا بعض بعدها بشوية كده ابتديت أحس إن أنا عايزة عارفة اللي هو أبقى أقرب قوي من ربنا كل شوية أروح عمرة رحت تلات مرات في سنة بجري كل شوية على الكعبة كل شوية بعدها ابتديت يعني لما جمعت كده كل عارفة كل بازل وجمعت الصورة حسيت إن المشكلة فيا أنا اللي بتعلق قوي بالناس والتعلق لا يجوز إلا برب العالمين أنا أبويا كانت روحي فيه مع إن أنا المفروض أبقى مطمنة إنه أبويا هيروح لربنا وهو عيان مش عايز أشوفه بيتبهدل أنا كنت شايفة إنه ربنا بياخد ساعتها من أبويا فكنت زعلانة فبعد كده عارفة لما هديت وبقيت ببص لكل حاجة بصيت للموت بشكل تاني تماما وبصيت للطلاق بشكل تاني تماما خلاني متصالحة أكتر مع نفسي مسامحة كل الناس ما عنديش مشكلة مع حد مبسوطة قوي في حياتي وفعلا أنت عارفة لما عملت كده لما وصلت للنقطة دي من التصالح مع نفسي حاجات غريبة ابتدت تحصل معايا عارفة حاجات بتجيلي حاجات كويسة جدا في شغلي حاجات ابتدى ربنا كأنه بيكرمني عشان أنا رضيت عارفة حس بالرضا مونولوج التحول في حياة بسمة كان الوقت اللي فيه لجأت لربنا وبقت تجري على الكعبة ورمت همها عند طبعاً ربنا طبعاً دفنتلي بصي أنا لما حد يسألني يقول لي بسمة أنت إيه الحاجة اللي بتشوفيها سحر في الدنيا الدعاء بحس إن الدعاء هو السحر في اللي موجود في الدنيا دي لو البني آدم بجد بيدعي من قلبه عمر ربنا أنت مستحيل تروحي ربنا ويرجعك عارفة اللي هو disappointed مستحيل لما قلتي بعدها في حوار بعد الطلاق انك اتحررتي وانك سعيدة كان قناع بتداري بيه لا 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 خالص انا قصدي على النقطة دي اللي انا قلتها ان انا تحررت من حاجات كتير قوي كانت عاملة لي ستريس اللي هي مثلا انا مثلا كان طول الوقت مثلا اللايف ستايل بتاعي تامر صعبة قوي خلي بالك يعني اللايف ستايل متعب جدا وانا لازم ان انا اخد بالي منه بالنهايه لما تبقي متجوزه انت عليكي ديوتيز لازم طبعاً تعمليها طبعاً. يعني في حاجات معينه ما كنتش بقدر اعملها I'm too busy خلي بالك يعني انسان بحجم تامر يعني مش ايزي انه تبقي متجوزه نجم وبيمثل وبيسافر وبيروح يعني وانا عندي ثلاث ولاد it's a lot for me صحيح يعني ما اقدرش انكر انه it's a lot for me كلميني عن حلم الرجوع وقولي لي انه ممكن يتحقق لا هو هيتحقق بجد؟ والله يا رب أمين أنت مبسوطة أكتر مني أيوة هو هيتحقق إن شاء أمين الله أمين من فصل البدايات لفصل الصراعات مع بسمة بوسيل استكتروا عليكي الجواز من سوبر ستار وزقوكي في صراعات غصب عنك صراعات اتفرضت عليكي اتعاملتي معها ازاي؟ حاولت استحمل على قد ما اقدر هو غصب عني يعني بالنهاية ده قرار انا خدته لازم ابقى قده انا كنت عارفة ان انا هتحط في الحاجات دي بس ما كنتش عارفة قد ايه انا قوية حاسة ان انا كنت قوية جدا كنت عارفة ممكن توصل لايه يعني وصلت مثلا ان حد يطلع يقول إنها كانت على علاقة بجوزك وإنتوا مع بعض وتطلع تقول ده على الملأ بصي هو أصلاً تامر كل شوية كان بيطلع لي إشاعات ده ما كانش جديد فاهمة؟ فأنا بالنهاية دي ما كانتش حاجة جديدة عليا عشان ما بقاش بقول لك الكلام بس كانت أول مرة تبقى على الملأ أنا عارفة طبعاً بس هو كده كده ده متوقع بس إن أنا أقول لك أنا ما كنتش لا ده جديد دي حاجة صدمتني لا ما اتصدمتش عادي عشتي صراع مع الغيرة؟ أكيد طبعاً أي حد بيحب يغير بس زي ما قلتلك هو كل حاجة في البني آدم يعني ليها حدود أصلي خلي بالك ساعات ممكن تبقى في حياة تبقى فعلاً ممكن تموتك بالبطيء فاهمة؟
الغيرة شعور صعب قاتل. لا الغيرة شعور مش بس صعب، الغيرة شعور. خلي بالك أنا ما بغيرش قوي قوي من، يعني ما عنديش حتة إن أنا مثلا أغير من واحدة ستة عشان هي مثلا أحلى مني. أنا بغير على مشاعري، بغير لما بلاقي مثلا إن أنا لا أنا أستاهل أكتر من كده، أنا عايزة أكتر من كده. أما غير على نفسي قوي، بحس إن أنا كتير جدا لما بقى مع حد لازم ياخد باله كويس جدا ويحط عينيه وسط راسه. أنت كمان ميكس العصبية مع الغيرة أكيد كان بيعمل معاكي حاجات بتفرقع. يعني أنا دلوقتي وأنت بتتكلمي أنا بتخيل ميكس عصبية جدا وغيرة وذكية جدا. إيه اللي هيحصل؟ خلي بالك وذكية جدا، يعني بفهم وهي طايرة. أيوه تبقى طايرة كده بقول لها ما عارفة. عرفتك. لا بصي هقولك على حاجة بصراحة، خلي بالك أنا حياتي مش كلها كانت كده to be honest. أكيد يعني عشان أبقى صريحة، يعني أكيد. هو بس في شوية حاجات كده عارفة، ومش هكذب عليكي في ناس استغلت قوي قوي، عشان برضو يعني مش بقول إنه لا الغلط بس على الشهرة، لا لا في ناس كتير قوي عارفة لما بيبقى أصل الناس كاتيجوريز كده، ففي ناس بتلاقيهم بقى من كاتيجوري يا عيني لو عدوا من جنب حد بس مشهور ده بالنسبة لها إضافة حقيقي. ففي ناس الناس دي بقى لا في ناس كتير قوي قوي بجد بتستغل المشهورين، معلش سوري يعني عشان بس أبقى كلير. فأنا مش هبلة يعني عارفة إنه في ناس بالنسبة لها الخبر بقصة حقيقي، خبر بيفتح لها باب رزق. في ناس عاملة كده، أنا الناس دي بصراحة بصي ما بزعلش قوي منها. بس إيه بقى في وقت كده معين أنا شكرت نفسي على كل حاجة حصلت لي من الناس الوحش اللي في حياتي. ليه بقى؟ علشان خاطر معرفش حاسة إنه ربنا بيعمل لي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول تأذيني، فكده أنا المفروض أبقى مبسوطة. أزعل ليه؟ هقولك ليه قلتلك كده. يعني مثلا مرة ألاقي التليفون بيجيلي وحد بقى بيقول لي خبر كده يعني مفروض على تامر، ويعني تامر قاعد أساسا نايم. هو عندك في البيت نايم؟ نايم. وحد بيقولك إنه في مكان ما؟ اليوم ده تأثرت قوي بالموقف ده خلي بالك، عشان حسيت إنه طب ما هو كان ممكن يبقى في حاجات كتير قوي انا كنت فاكراها صح وطلعت غلط. طب حتى لو انت بقيتي بيرفكت والشخص اللي معاكي بقى بيرفكت وبعدين في منغصات، في عوامل خارجيه بتدخل تعكر وتخرج. لا وبعدين ايه بقى ايزي اكسس، عشان الحياه كلها على الملأ فايزي اكسس، فاهمه؟ مستباحه، الحياه مستباحه بالنسبه لكله. بالحب الكبير ده بسمة لو اتخانت تغفر تسامح عشان الحب؟ في الستيج اللي انا فيها دلوقتي لا صعب الخيانة، ما اقدرش ان انا اغفرها. ما تقدريش وانت اصغر كان ممكن تغفري؟ زي ما قلت لك انا بحب العيلة وكده، وكان نفسي طول الوقت يبقى عندي فاميلي. بس انا خلفت اول بيبي وانا عندي 21 صغيرة، 21 سنة. عارفه اللي هو لا انا حاسه انه الحاجات دي صعبه على الواحد. عمرك وانتي متعصبه خبطتي حد غيره بعصبيتك وزعلتي بعدها او قلتي يا ريتني ما عملت كده؟ كتير كتير جدا طبعا، ودي كانت من الاخطاء اللي انا كتير جدا. منهم واحده كانت على الملأ والناس كلها قالت ليه تنكدي على واحده ليله فرحها؟ لا دي تستاهل. لا دي بصي يعني دي اللي قلت لها خربت البيوت. اقل حاجه. ما زلتي عند رأيك؟ طبعاً. بصي أقول لك على حاجة، أنا قلت لك أنا صريحة جداً، أنا بكره الغدر. الغدر بالنسبة لي الإنسان الغدار ده بصي بشوفه أقول لك إيه أقل من الصرصار. بكره الغدر. لما أخش وسط عيلة وسط بيت يا إما بقى يعني أخش بخيط أبيض كده أبقى أمينة ويبقى عندي أمانة، ولما تاكلي عيش وملح مع حد لازم يبقى عندك برضو أمانة. ف بصي يعني اقول ايه يعني ما كانش فيه الامانه دي، ما كانش فيه ده، كان فيه لما تدخلي كده افعى لبيتك. عارفه بجد افعى. طيب صراعات من نوع تاني، بتنصفي ناس وتنصري ناس بتخلي بقيه الناس تزعل منك. بصي دنيا بطمه مثلا، ايه اللي ارتكبته في حق زملائك وفي حق شخصيات عامة؟ مش حاجة قليلة ومش حاجة صغيرة.
دعمتيها نفسياً ودعمتيها بوست ودفعتي عنها؟ أنا لما دعمت ما دعمتش الفكرة بتاعت اللي هو أنا القضاء المغربي أكيد هو فوق وأعلى مني وأعلى من أي حد. بس أنا فعلاً فعلاً أنا أم بالنهاية، أنا مش عارفة الحق فين، أنا فعلاً مش عارفة. يعني أنا مش متابعة يعني ممكن أنت تبقي دورتي، أنا مش متابعة بجد قوي إيه اللي بيحصل. هي بس مدانة. أنا هقولك على هي حاجة، قضائياً مدانة يا بسمة. أنا اللي أنا قلته عشان خاطر أنا البنات صعبوا علي وسعد المجرد، يعني هو غير دلوقتي اغتصاب و أيوة نفس الحاجة دلوقتي. وساعتها لما كنت بقى لما سندت سعد ما أعرفش إيه عشان خاطر كان فيه كان عندك تكريم في مؤسسة نسوية اتلغى بسبب مساندتك لي، والنسويات زعلوا منك جدا وقعدوا يندبوا لك حاجه. مبدئيا انا مش فيمينست، فانا ما كنتش عايزه اروح اساسا. ما هو مفيش فيمينست حضرتك بتوقف البومها عشان تتجوز. مش فيمينست. لا 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 بس بصي هقول لك على حاجه، لا على فكره ده مش ذكاء، خلي بالك. الذكاء مش ان انت تبقي فيمينست، عشان الحقيقه انه ربنا اساسا خلقنا بنكمل بعض. فموضوع بقى انا الست القويه، الست القويه هي الست الذكيه. فانا شايفه ان انا باخد اللي انا عايزاه بالطريقه اللي انا عايزاها، يبقى انا ذكيه. صح مظبوط. بس فيمينست دي لا بالنسبه لي مرفوضه اصلا، عشان انا عايزه اتجوز معاكي. فبصي ربنا الحمد لله، بصي زي ما قلت لك انا ماشيه بقلبي، وقفت مع ابن بلدي، مش فارق لي اللي عايز يقول حاجه يقولها، خلاص متلغى يتلغي، مش زعلانه. طب ابن بلدك لو اغتصب بجد، لا لو بصي ينفع بصي تقولي كدا هي اللي راحت له الاوتيل دلوقتي هو بره، وفي حاجات كتير قوي مش مفهومه، وناس بيقولوا ان هو توقع بيه. طول ما الـ 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 المدان يعني لسه لغايه دلوقتي ليه؟ طب ليه طول ما فيش حكم نهائي اصلا؟ برافو عليكي. بس لما يبقى حكم نهائي مستحيل هبقى مسنده. طب كلمه مستحيل. هي اللي طلعت له الاوتيل. لا بص انا مش محققه، بس ما ذكوريه، أنا مش محققه مش بس نسويه. اوكي لكن ذكوريه. يعني ايه ذكوريه؟ يعني تنتصري للذكر. لا 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 ممكن خالص. تيجي على الست علشان الراجل. لا لا خالص، لا لا خالص خالص، بالعكس انا مع الحق. طب قولي لي على كلمه هي اللي راحت له الاوتيل. احنا ما عندناش الكلام ده في الوطن العربي، معلش سوري. انت تروحي لحد الاوتيل؟ انت قلتيها مقتنعه بيها؟ ايوه انا لما ابقى في بلد اوكي واعرف ثغره ممكن القانون اخش منها احور هحور. فاهمه قصدي؟ احنا هل ده مباح لينا؟ هل ده في العقيده بتاعتنا مباح؟ هل كنها هل ده عملت في الكالتشر بتاعتنا؟ هل كنها أنا عملت شيء غير انا في المغرب. طب لو هي عملت شيء غير مباح يا بسمه ده مبرر انها تغتصب؟ لا لو لا هي لا, عملت لا طبعا غير غير لا لا مبدا شبه لا ايه؟ لا طبعا مش هل لو مبرر. انت ماشيه لابسه مكشوف شويه ده لا لا مبرر لا مش مبرر. حد مش مبرر. يبقى هو غلط ولازم يبقى موديل طبعا. يبقى جمله غلط مش في مكانها، مش لا 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 بصي هقول لك على حاجه. هو عامه ليه بقول كده؟ هقول لك ليه. عشان انا بشوف انه الست المفروض تعرف قيمة نفسها. لو أنا واحدة هطلع أوتيل وهقبل على نفسي ده يبقى أنا مش عارفة قيمة نفسي. يبقى استحق أغتصب؟ لا برضو. بس برضو خلي بالك لما أنت أمك مثلاً معلماكي إيه؟ ليه ما بتبقاش أمك عايزاكي تعملي الغلط؟ عشان ممكن يحصل لده ويبقى غصب عنك، بس أنت هتتحملي. بس بيحصل إن أي حد هو هيتعاقب. بصي هو هيتعاقب ولازم يتعاقب. بس هل أنت مش هتجلدي نفسك؟ يعني انت دلوقتي من نفسك؟ انت دلوقتي لو خرجتي بالشكل الجميل ده اتمشيتي بره قدام المسرح وجي حد لمسك، ينفع اقولك انه انت مسؤوله عن ده لانك لابسه لبس بالنسبه لهم؟ لا لا لا. هو بصي مش ده اللي بقوله، مش ده اللي بقوله. ما هو انت كده يا بسمه بتدي مساحه. لا بتدي مساحه للمحجبه تقولك ما انت لو مغطيه شعرك ومغطيه جسمك ما كانش لمسك. لا مش قصدي كده، بس فهمة. انا حاسه انه الموف يعني حته انه واحده تطلع الاوضه عند واحد ذس از تو بيج. يعني انا بالنسبه لي بس دي الكالتشر بتاعتي انا. يعني مش هطلع لواحد. ما انا عشان كده بقول لك بنفس المعيار. لو انت هتحكمي بالكالتشر بتاعتك، في ناس الكالتشر بتاعتهم محافظه اكتر منك فهيحكموا عليكي حكم مشابه. انا دلوقتي بشوف انه كل بني ادم ليه الحق انه هو يبقى بيمونيتور نفسه في الدايره بتاعته اللي صحيح. هو ايه مبادئه. صحيح. انا عندي المبدا ده مرفوض، ممكن تبقى عندك عادي. بس هل انا بقول ان هي لا من تستحق انها تغتصب؟ لا. بس هل هي غلطانه؟ هي غلطانه. ولو هو يعني الـ 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 الشرطه مثلا او التحقيق او إن اثبتوا انه لا هو عمل كده يبقى يستاهل ان هو يدان. فلا انا مش انا الكلمه ممكن تبقى اتفهمت غلط، بس مش قصدي ان انا فالفيمينست اللي المفروض يزعلوا مني. انا اصلا لا اؤمن بحاجه اسمها فيمينست، لا اؤمن بده. تفكير غلط جدا، تفكير يبوظ
يبوظ أسر. مش بقول كده إنه لا المفروض، فناس تفتكر إن أنا على فكرة شخصيتي قوية جداً وقيادية جداً وما بقبلش أي حاجة وما بيعجبنيش العجب، بس برضو ما ينفعش إن أنا أجي أحط نفسي في وش الراجل كده. ليه؟ عشان ما ينفعش، هو أساساً إحنا مش نفس الحاجة، إحنا بنكمل بعض. فمش قصدي إنه إن أنا باجي على اللي هو لا تستهلي بقى، لا مش قصدي كده، مستحيل، أنا مش هبقى عايزة كده يحصل في أي واحدة. ممكن بسمع عشان هي بتحب المغرب قوي وبتحب ولاد بلدها قوي، بس أنا فعلا بحب تلوم ولاد بلدها. أنا عارف تلوم على الضحية أحياناً عشان تنتصر لابن لا بلدها. لا بس بصراحة ساعتها ما كانش قصدي بالطريقة دي. لا ما كانش قصدي، هي اتفهمت غلط، بس فعلا مش قصدي كده. يعني لو قصدي كده هقول لك اتفهمت غلط ولا الجمله ما كانتش في محلها في الوقت ده. هي الجمله عامه مش في محلها، كان فيها اندفاع. بس انا حتى بالنسبه طبعا معاكي حق، بس انا برده بالنسبه لي الفكر نفسه غلط. ليه بقى؟ مش هكذب عليكي، بصي اتس ترو ان احنا عندنا كلتشر بتقيدنا شويه. ناس كتير قوي يقول لك اصل الكلتشر العربي بقى راجعيه ماشي، بس مش هكذب عليكي الكلتشر بتاعتنا هي اللي مخليه لينا قيمه. فانا ممكن ابقى ايه الأسلوب كان غلط، بس مش ده قصدي. يعني أنا عمري ما هبقى عايزة ستة تغتصب، ولا هبقى عايزة إنه حد يجي لطرق. أنا عندي بنات، أنا عايزة شو بناتي أحسن ناس في الدنيا يا رب، وعايزة يبقوا يتقدروا ويعرفوا قيمتهم. فلا مستحيل هبقى عايزة حاجة زي دي. يعني مش قصدي كده، ممكن يبقى بس أسلوبي كان غلط. وطبعا ياما كان أسلوبي غلط. ياما كان أسلوبي غلط. ياما وياما. بس الرجوع مش غلط، عمر ما كان الرجوع عن الغلط غلط، بالعكس. يعني مراجعة النفس ووضع الأمور في سياقها الصحيح، صح معك، هو أكتر حاجة صح ممكن ترجعي بيها من أي غلط. لما يبقى في ناس قمر زي كده حبيبتي. انت اللي قمر. معاكي حق. وانت عارفة ان انا بعمل كده على فكرة مع نفسي كتير، عارفة اللي هو يعني انا فعلا بقعد كتير بعرف ان انا في ساعات بعمل مصايب. ايوه مش عيب، بنغلط كلنا. كلنا كلنا بنغلط، بس في ناس بتقدر ترجع، في ناس تقدر تقول غلط، في ناس ما بتعرف تقول اسفة، وفي ناس بتعاند وبتكمل في الغلط. صح، فالفرق كبير، الفرق كبير. صح. عملتي كوفر لأغنية لوردة تكريما لذكراها. يا لهوي، انا عايزك تطلعي من حته الصراعات. يلا نخلص صراع. انت تبقي ايه؟ خلاص اخر صراع، اخر صراع. خلاص عملتي كوفر لأغنية لوردة تكريما لذكراها، مسحتي الأغنية وشلتيها من عندك، وطلبتي ان انت مش عايزاها تنتشر. مش عايزه الاغنيه تنتشر. صح. بصي الموقف ده، بس عشان عايزه يعني ست عايزة وردة، عايزه فعلا اتكلم على الموضوع ده. بصي لا مش هتكلم على ورده في حته دي. ست شيز ا ليجند، يعني شيز ا ليجند ومدرسه بالنسبه لي. بس انا هقول لك ساعتها عشان عايزه اتكلم على الموضوع ده، نفسي ان انا فعلا اوصل مسج من البرنامج المحترم ده والجميل ده. عايزه فعلا ان انا اوصل الرساله دي. بصي اول حاجه، الجزائر والمغرب احنا عارفه احنا كاننا كازنز كده، فاهمه؟ طبعا السياسه دايما بتفرق الناس، فساعتها طبعا كان في زعل كبير جدا، وطبعا انا برضو اتخضيت كده. بس بعد كده لما قعدت حسيت انه عارفه اللي هو بفكر مع نفسي، حسيت انه دي فتنه ما بين يعني دولتين المفروض ان احنا بنقول على بعضنا خاوه، يعني خوت، اخوات، فاخوات صح بالمصري. فحسيت انه انا هبطل اعمل الكلام ده، هبطل اتاثر بحاجه ليها علاقه بالسياسه. كان لازم اشيلها احتراما كده كده للحزن اللي كان فيه المغرب والمغاربه، واحنا فعلا فعلا كنا زعلانين جدا. خلي بالك احنا المغاربه بنحب بعض قوي وبنحب المصريين جدا. ايوه بس هي الكلمات والالحان دي اتعملت واتغنت في مصر، ورده بتاعه الوطن العربي كله، لا بتاعه الجزائر لوحدها ولا، فاهمه قصدي؟ لا بس انا قصدي ان انا كان لازم اشيلها ساعتها. قصدي ايه بقى يعني مش قصدي ان انا بشيلها يعني عشان اغنيه ورده خلاص يلا انا بشيلها عشان الجزائر. امشي يا ورده بقى. لا ما ينفعش، مستحيل وعيب، ما اقدرش اقبل حتى ان انا اقول كده. قصدي ان انا كان لازم اشيلها احتراما للمشاعر اللي احنا كنا فيها. احنا فعلا كنا زعلانين، والفيديو نزل والناس عارفه في الميه بتطفو في يعني حاجه عارفه اللي هي كان رد فعل انفعالي. ما هو برضو كل الارض هو في رد، هو كل انت شفت رد هو انا عندي ردود فعل عاديه. انا خايفه عليكي في الحلقه دي. لا ما بس لا فعلا اللي هو انا كان كده لازم اشيلها، مش وقت ان انا طالعه بغني بقى وايه بقى قياسوا معايا يا جماعه، عيب يعني. بس هلا مش هغنيها؟ لا هغني
عايزة نغني لك شوية؟ طب غنيها. اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه واختار اللي بري وانا ارسى عليه امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار اللي بري وانا ارسى عليه. الله الله الله. مش عايزه اطول. لا عايزه اكلم تامر اقنعه. هتغني يعني؟ هتغني. احنا هنهزر. تامر موافق على الغنى. ايوه ناكد عليه دلوقتي. نمضيه نمضيه اقرار. لا 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 هو عمره ما بيبعدني بحاجه ما بيعملهاش. من الصراعات للمورال مع بسمه بوسيل. في الفصل ده من حياتك بسمة تقول ايه لكل الاحلام اللي ما اكتملتش؟ قلت لك هتكتمل. برضو لا مفيش حاجه ما اكتملتش. انا اي حاجه بحطها في دماغي هوصل لها، بس كل حاجه ليها وقت. مفيش ولا لحظه في ولا فصل كان فيهم حلم حتى نسيتيه او استغنيتي عنه غير الغنى؟ غير عمري ما نسيت اي حلم من الاحلام، بس أجلت حاجات. أجلتي أحلام بس هتحققيها وبتحققيها طبعاً. إيه الصفة اللي هتوصيها بيها أنها لازم تبقى موجودة في الراجل اللي ترتبط بيه؟ مش عايزة ترتبط بمشهور. ياه. يعني لو حد مشهور مش عايز. أسألك على حاجة، هي للأسف الصفة دي يعني فعلاً فعلاً ممكن تلاقي أحد كويس قوي، بس إن هو مشهور يضيع كل حاجة، فاهم؟ وما يبقاش ذنبه. فمشهور لا، يعني ما يبقاش مشهور تماما. عمري ما هرضى انه بنتي تتجوز واحد مشهور. طب لازم يبقى ايه عشان تختاره؟ لا يبقى يعني الصفات الشخص لازم يبقى طبعا. لو في صفه واحده لا يمكن التنازل عنها، واحده بس. لو صفه واحدة. واحده لو دي في الراجل هترضيه لبنتك. لازم يبقى مؤمن عشان يخاف ربنا فيتقي ربنا فيها. مؤمن يعني مهم انه يبقى قريب من ربنا. لازم. لو جابت لك واحد مؤمن وقريب من ربنا ومشهور، لا هتقفي لا. في وش الجوازه؟ اه لا. هتحرميها من الحب؟ اه. ياه. لا عشان الشهره. بصي الشهره اتس ا كيرس، ساعات بتبقى فعلا لعنه. ايه امر لحظه عديتي بيها مع تامر مأثره فيكي لحد النهارده مش قادره تنسيها؟ اصعب لحظه فيهم. لا ما عنديش بصراحة حاجة كبيرة قوي، بس هي نفس السيناريو بتتعيد، فاهمة؟ يعني مثلا ما يعني حياتي كعامة كانت very limited الحاجات اللي أنا ممكن أعملها، فاهمة؟ فده بالنسبة لي أصلا نفسه كان أكبر مشكلة، فاهمة؟ لو أنت ما بتعرفيش تعملي أي حاجة بمزاجك، براحتك، تخرجي تاخدي ووك، لا حاجات كده كلها، فاهمة؟ لما عشتها بقى فهمت إنه لا this is huge. كنتي حاسة إنك محاصرة؟ آه طبعا طبعا. انت محاصره وفي الاخر يعني مهما استحملتي مش يعني الناس ما بي مش رحيمه عليكي، فاهمه؟ الناس مش فارق لها، مش عارفه، هم عندهم تارجت واحد ان هم يبوظوا لك عشتك بس. بس ما كنتيش بتعرفي تقلعي القناع؟ كنت بتضطري اوقات طويله في حياتك تفضلي لابسه قناع مخبيه؟ خلي بالك انت عارفه انه دي اكتر حاجه بقى تعبتني نفسيا. انه وما خلتنيش ان انا اعرف to fit in، علشان انا اصلا ما عنديش قناع، فاهمه؟ انا لو دلوقتي مش طايقه ان انا اقعد معاكي هيبان في وشي، هتفهمي؟ يعني انا ما عنديش فلاتر اصلا. عشان ايه كل ده؟ وفي الاخر الناس برضو بتبقى عايزه تنكد عليك عيشتك، مستكتره قوي عليك الحياه. بس كل الناس دي دلوقتي بشكرها وسامحتها.
إيه أحلى حاجة أو أكتر حاجة عجباكي بس ما غيرتها في نفسها؟ تعلق، عشان موضوع أبويا وموضوع طلاقي أنا متعلقة بالاتنين، فاهمة؟ كنت متعلقة الاتنين الرجلين اللي كانوا، فاهمة، أهم حاجة في حياتي. فكنت فهمت بقى إنه المشكلة، ما ينفعش أقول المشكلة في الناس، أنا أكيد في حاجة غلط، مدام كل حاجة بتبوظ كده يبقى أنا في حاجة غلط. طب أعظم انتصاراتك، أعظم انتصار انتصرتيه؟ جاي. مفيش ولا انتصار عظيم؟ لسه جاي، ما أنا شغال عليه. أيوة، عشان أنا ده جاي بإذن الله، ده جاي جاي. هو جاي يعني هيجي، لما هيجي هقولك. مفيش ولا انتصار؟ هندخل حتة كده، بصي في الانستجرام نزل أنا وإنتي مش دلوقتي. مقتنعة بولا حاجة عملتيها إنها انتصار؟ لا، بيبي ستيبس. كلها بيبي ستيبس؟ بيبي ستيبس. الانتصار لسه جاي، لسه في الطريق. لا لسه، بصي محضرة لك قنبلة. بصي أنا شايفة فعلاً إنه ربنا فعلاً يعني is blessing me a lot. فنفسي فعلاً اللي أنا أوصل له هو it's ممكن يبقى حاجة كبيرة اللي أنا عايزاه اللي بحلم بيها، بس هفكرك هقولك إيه هي لما هتحصل. بس أنا فعلاً عندي حاجة كده كتباها في الجورنال بتاعي، اللي هو ده بالنسبة لي هيبقى انتصار لبسمة على كل حاجة عادت منها، على الشخص اللي أنا ما كنتش ببص عليها في المراية وأقول لها أنت كويسة ولا لأ، اللي أنا أهملتها. عندي حاجة معينة بجد، بس مش عارفة أقولها لك، عشان نفسي أنها تتحقق. هتتحقق بإذن الله. هوعدك إن أنا هقولها لك. هتتحقق يعني، هكلمك وهقول لك، ومهما كنت بتعملي اي برنامج لازم تعملي بوست تقولي ده الانتصار. هقول انها حصلت، ان انا عرفت الانتصار وانه حصل. وهدعي لك انه يحصل باذن الله. بس it's something ما اعرفش، مش هتقدر تيجي حتى في دماغك، something so big. I'm dreaming about something مش هتيجي في دماغ حد. امين. بس حاسه انها تحصل. امين. المورال دي اللحظه اللي هتقفي فيها على المسرح وهتقولي للناس حاجه من قلبك بمنتهى الصدق. موافقه؟ اوكي. تتفضلي على المسرح. الله على جمال المكان. بشكر كل الناس وكل الظروف اللي خلتني أقف على مسرح جميل زي ده وعريق زي ده. وعايزة أقول لكم آخر حاجة، هتبقى أغنية لداليدا. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Moi je veux mourir sur scène le cœur ouvert tout en couleur. Thank you.